أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نستأنف محاضرات الفسيولوجي لصالح الأطفال المصابين بمرض السرطان، ونستأنف بارت 2 في المحاضرة السادسة في الفاسكولار سيستم، وهي خاصة بالبيزك ميكانيزمز اوف سيركولاتري كنترول. احنا ده بارت 2 من المحاضرة السادسة. برضو عشان نتخيل مع بعض، فاحنا كنا في بارت 1 قلنا نقول في عجالة كده ان احنا we have three basic mechanisms: autoregulation اللي هو myogenic or metabolic، ونمرة 2 substance secreted by endothelium، ودول قلنا 4. 2 بيعملوا constriction اللي هم ال ET والانجيوتنسين 2، واثنين بيعملوا دايلتيشن اللي هو النيتروك اوكسايد والبروستاسايكلين، ونمرة 3 سيستميك ريجوليشن، يعني حاجات هتأثر في كل الفيسلز، فعشان تؤثر في كل الفيسل لازم تبقى يا اما هيومورال، حاجات ماشيه في سوائل الدم والانسجه، قلنا هيومورال يعني سائل، اكيس هيومر جوه العين يعني السائل مائي، اكوا يعني ميه، وهيومر يعني سائل، او نيرفس اللي هيتحكم في كل الارتريولز، يا حاجه هيومورال يا حاجه نيرفس. ففي هيومورال فاكتورز تعمل فازو كونستريكشن، هيومورال فاكتورز تعمل فازو دايليتيشن، وفي نيرفس فاكتور بيعملوا كونستريكشن، نيرفس فاكتور بيعملوا دايليتيشن. فاحنا في بارت 1 قلنا الاوتريجيليشن، وقلنا ده سؤال نظري، قلنا السبستنس سيكريتد باي انثيليوم، وقلنا ده سؤال نظري، وقلنا معظم الهيومورال السيستميك ريجوليشن، كنا قلنا ثلاث مواد بيعملوا كونستريكشن، نقولهم تاني مع بعض، اللي هم الفازوبريسين، ودي معناها حتى من اسمها فازوبريشن، يعني بتعمل فازوكونستريكشن تزود الضغط، وانجيوتنسين 2 من اسمها برضو، انجيوتنسين يعني انجيو يعني وعاء، وتنشن يعني ضغط، بتزود الضغط. والماده الثالثه اللي هي الكاتيكولامينز، وبرضو دول احنا فرغنا منهم في المحاضره الاولى. اما بقى كان فضلنا الحاجات اللي بتعمل الهيومورال فاكتور اللي بيعملوا الدايليتيشن، ودول اثنين قلنا الناتروريتيك بيبتايدز او هرمونز، وفضل لنا الحاجه الثانيه وهي الكاينينز. طيب فاحنا نقول الكاينينز، وده واحد من الموضوعات الهامه، الكاينينز. كاينينز او الكاينين كالكرين سيستم، برضه قلت احنا اتفقنا ان احنا عندنا طريقه معينه عشان نتذكر الموضوع. فالكاينينز عندنا خمس اتنينات، يعني في عندنا تو كاينينوجين بيطلع منهم الكاينين، ادي اول اتنين كاينينوجين، هاي موليكولار ويت ولو موليكولار ويت كاينينوجين. طيب عندنا هيطلع منهم تو كاينينز، برادي كاينين يعني الكاينين البطيء، ولايس برادي كاينين، لايس لانه محطوط عليه لايسين امينو اسيد زياده، يبقى اثنين كاينين، يبقى اثنين كاينينوجين يطلع منهم اثنين كاينينز. طب مين اللي هيحول الكاينينوجين لكاينينز؟ تو انزيمز اللي هم بلازما كالكرين، موجود في البلازما ده الاهم، او تيشو كالكرين، اثنين برضه. طب عندهم تو ريسبتورز، وبعدين في تو كاينيزس يكسرون، يبقى ده طريقه جميله جدا بحب ابتدي بيها عشان الطالب ما يتوهش، وبنسميها في السايكولوجي اوف تيتشنج يا اولاد، عشان لما في يوم من الايام يتغير الموقع وحضراتكم تبقوا اساتذه افاضل، بنسميها المنتال سيت، التهيؤ الذهني، يعني بدل ما انا ابتدي وتضيع في وسط زحمه الاسماء تبقى فاهم ان هو هيكلمنا البروفيسور عن خمس اتنينات، تو كاينينوجين يعني هيجنريت الكاينين، تو كاينينز اللي هم موضوعنا، احتاجنا تو انزيمز دي تالت اتنين بيشتغلوا على تو ريسبتورز وبيكسرهم تو كاينيزس.
كده يبقى الموضوع له معنى. طيب يبقى نيجي الكينين يا اولاد اللي هو الكينين كالكرين سيستم. من اول حطيت لك في اول الصفحه كده في عجاله ان هما في تو كينينوجين اهم وتو كالكرينز هيحولوهم لتو كينينز هيشتغلوا على تو ريسبتورز وتو كينينز. ابتدي بقى القصه فورميشن. احنا اهم كينين عندنا هو البرادي كينين، كينين البطيء. اولا كلمه كينين لازم تفهم جايه من كينيتك، يعني حاجه بتموف بتعمل حاجه. برادي كينين يعني البطيء، الكينين البطيء. احنا قلنا عندنا تو كينينوجين، هاي موليكولار ويت كينينوجين ولو موليكولار ويت كينينوجين. الاهم هو الهاي موليكولار ويت كينينوجين لان هو ده اللي بيدي البرادي كينين. طب مين هيحول الهاي موليكولار ويت كينينوجين الى برادي كينين؟ مش عايزك تتلخبط. الانزيم اللي بيحول الهاي موليكولار ويت كينينوجين اللي هو بروتين الى برادي كينين اللي هو بولي بيبتايد، يعني هتكسر بروتين كبير اهو، بروتين كبير هاي موليكولار ويت كينينوجين ده بروتين كبير، عاوز تطلع منه الاهم هو البرادي كينين، الكينين البطيء اللي هو بولي بيبتايد صغير. يبقى حضرتك محتاج بروتيزس يعني بروتيوليتيك انزيم تكسر بروتين كبير تطلع لك منه بولي بيبتايد صغير. اشهرهم اسمه بلازما كالكرين اللي موجود في البلازما، وده هو المعقد شويه اللي ليه قصه يعني مطوله شويه. هذا البلازما كالكرين موجود في صوره بري كالكرين يعني سابق للكالكرين، الانزيم ده موجود في صوره سابقه اسمها بري كالكرين. طب مين يحول البري كالكرين الى بلازما كالكرين؟ بري كالكرين اكتيفيتور. يبقى اكتيفيتور للبري كالكرين يحوله الكالكرين اللي هو البلازما كالكرين اللي هيحول الهاي موليكولار ويت كينينوجين الى برادي كينين اللي هو الاشهر. المفاجاه يا اولاد، المفاجاه ان هذا البري كالكرين اكتيفيتور هو هيجمان فاكتور، هيجمان فاكتور بتاع التجلط اللي هو الفاكتور رقم 12 اللي بيبتدي الباثوي الاهم في التجلط وهي الانترنسك باثوي. يعني فاكتور 12 بتاع التجلط هو اللي بيبتدي تكوين البرادي كينين. حتى دي يا اولاد انا عندي فيها تامل خاص هقولها، ليه ربنا خلى الهيجمان فاكتور بتاع التجلط؟ وده مره جابوه سؤال نظري جيفن اكاونت الهيجمان فاكتور. عارف ايه اللي حصل؟ نص الطلبه او اسف معظم الطلبه خدوا نص النمره، لان كلهم لما جالهم هيجمان فاكتور اللي فاكر ان ده هو فاكتور 12 بتاع التجلط راح كتب الانترنسك باثوي في كواجليشن ونسي يشرح موضوع الكينينز في السيركوليشن، ان الهيجمان فاكتور هو ده السبب في تكون اهم كينين في جسمنا وهو البرادي كينين، لان الهيجمان فاكتور ده بيدي الاكتيفيتور بتاع البري كينين او هو البري كينين اكتيفيتور، فيحول البري كالكرين الى بلازما كالكرين اللي تحول الهاي موليكولار كينينوجين الى برادي كينين اللي هو بولي بيبتايد نونا بيبتايد. اظن عارفين نونا يعني 9 9 نونا بيبتايد، ده موجود اساسا بيجي اساسا من الليفر يا ولاد. اما النوع الثاني من الكينين معمول من لو موليكولار ويت كينينوجين اساسا، لكن بيقولوا ان الهاي برضو ممكن يدي النوع ده، يعني النوع الثاني بيجي من اللو والهاي. اللو موليكولار ويت كينينوجين ده موجود في التيشو، الهاي بيجي من الليفر، الهاي موليكولار ويت ده بيجي من الليفر اساسا، انما اللو موجود في التيشو. فموجود في التيشو افتكر بواسطه التيشو كالكرين، بقى هنا بقى لازم يبقى الكالكرين معاه في التيشو يحوله الى برادي كينين في امينو اسيد زياده اسمه لايس، لايس لايسين، عشان كده يسموه لايس برادي كينين او كاليدين. معلش انا عارف الاسامي نزله بس يعني هنعمل ايه؟ فدي فيها 1 امينو اسيد زياده مش 9 فيها 10 بقى، فعشان كده نقول عليها ديكا بيبتايد. ما احنا اتعلمنا ديكا ديسمبر اللي هو 10، نونا نوفمبر اللي هو 9، وقلنا ليه. طيب خدوا بالكم الاهم هو البرادي كينين، فده بواسطه امينو بيبتيديز لو شلت 1 امينو اسيد بامينو بيبتيديز ترجعه تاني الى برادي كينين. يبقى حقيقه الامر من هو اهم كينين في جسمنا يا اولاد؟ برادي كينين.
لان حتى النوع الثاني اللي هو اسمه لايس برادكينين بيتحول، بنشيل منه امينو اسيد اللي هو اللايسين ونحوله الى برادكينين. طب تعالى بقى نقول، يبقى هنا اتعلمنا ثلاثه من الـ من الـ من الخمس اتنينات، ان احنا عندنا تو كاينينوجين، هاي موليكولويد كاينينوجين ولو موليكولويد كاينينوجين. الهاي يدي البرادكينين، اللو، وفي بعض الكتب يقول لك اللو مع الهاي بس اللو هو الاهم، ده يدي اللايس برادكينين. تمام. طيب الهاي وهو الاهم، الهاي موليكولويد كاينينوجين بيدي برادكينين بواسطه البلازما كالكرين، موجود في البلازما كالكرين ده في البلازما جاي من الليفر اساسا. اما اللو كاينينوجين اللي هو هيدي اللايس برادكينين او كاليدين، ده بيتعمل بالتيشو كالكرين. حتى اللايس برادكينين ده بنشيل منه اللايسين امينو اسيد بواسطه امينو بيبتيديز ويديني برادكينين. طالب قال لي انا تهت، ممكن تقولها لنا بطريقه اسهل؟ ايوه اسهل. ركز في الثنائيات. هاو ماني كاينينوجين دو وي هاف؟ اللي قلنا الاجابه تملي هتبقى ايه يا اولاد؟ تو. هاي بريكورويت كاينينوجين ده الاهم، جاي من الليفر، ولو موليكولويد كاينينوجين وده الاقل اهميه جاي من التيشو. ادي اول اثنين. طيب مين اللي هيكسر منهم دول بروتينز؟ مين اللي هيكسر منهم حته ويديني بولي بيبتايد اللي هو موضوعنا، اللي هو الكاينين؟ الهاي موليكولويد كاينينوجين هيشتغل عليه البلازما كالكرين، وده برضو في الليفر. يعني خد بالك حتى الهاي اساسا في الليفر، فالانزيم بتاعه في الليفر منطقية. انما اللو في التيشو فيشتغل عليه التيشو كالكرين اللي هو في التيشو. يعني الهاي اللي في الليفر يشتغل عليه البلازما كالكرين اللي في الليفر، واللو موليكولويد كاينينوجين اللي في التيشو يشتغل عليه التيشو كالكرين. الهاي بيدي المركب الاهم وهو البرادكينين، اللو بيدي مركب اقل اهميه اسمه لايس برادكينين او كاليدين. هو برادكينين بس فيه امينو اسيد زياده اللي هو اللايسين، عشان كده ده 9 امينو اسيد نونا بيبتايدز، انما ده ديكا بيبتايدز. حتى ده مش هيستمر على وضعيه، اللايس ده هنشيل اللايسين بواسطه امينو بيبتيديز ونرجعه الى برادي كاينين. طب في الحته اللي اتعقد، ان البلازما كالكرين ده بقى فيه حديث موجود في صوره بري كالكرين ومحتاج بري كالكرين اكتيفيتور. مين بقى هو البري كالكرين اكتيفيتور ده؟ اللي هو هيجمان فاكتور، فاكتور 12 بتاع التجذب. دي الحته الصعبه في الموضوع يا اولاد. تاني معلش انا اسف مش هعيد كتير، بس يعني نقولها مره اخرى. هاو ماني كاينينز وي هاف؟ يلا قولوا انتوا يا اولاد. تو هاي موليكولويد اند لو موليكولويد كاينينوج. طيب الهاي موجود في الليفر، اما اللو موجود في التيشو. الهاي هاي هو الاهم، بيدي المركب اللي احنا عاوزينه الاساسي اللي هو برادكينين، انما اللو اللي في التيشو بيدي مركب اقل اهميه لانه لا يثبت على حاله وبيتحول لبرادكينين. طب كان اسمه ايه؟ هو برادكينين في امينو اسيد زايد اللي هو لايسين، فيبقى يسموه لايس برادكينين، ويبقى بدل ما هنونا بيبتايد 9 بس هيبقى ديكا بيبتايد. طب الهاي في الليفر، يبقى الانزيم اللي يكسره ويدي البرادكينين يبقى برضه في الليفر، وده الاهم اللي هو بلازما كالكرين. لكن اللو ده كان في التيشو، يبقى يشتغل عليه تيشو كالكرين ويدي الاقل اهميه اللي هو اللايسايل برادكينين او كاليدين اللي هو ديكا بيبتايد، اللي قلنا لن يثبت على حاله وبسط الامينو بيبتيديزس او بيبتيديز اسف هيدي برادكينين. تمام. فين الصعوبه بقى؟ ان البلازما كالكرين ده اللي بيشتغل على الهاي عشان يدي المركب الاهم اللي هو البرادكينين اللي هو نونا بيبتايد، ده موجود في صوره بري كالكرين، يعني البلازما كالكرين في صوره بري كالكرين. سو وي نيد بري كالكرين اكتيفيتور، حاجه تنشط البري كالكرين الى بري كالكرين بلازما كالكرين، فيبقى بري كالكرين اكتيفيتور اللي هو هيجمان فاكتور اللي هو فاكتور 12 بتاع التجلط على وجه التحديد بتاع الانترنسك باث واي اوف كواجيليشن.
طيب الباقي اسهل شويه بقى يا اولاد. يبقى خلصنا ثلاث اتنينات. وي هاف تو كاينينوجين هاي بليكرويت ولو مريكرويت. وي هاف تو كاليكرينز بلازما كاليكرين وتيشو كاليكرين. وي هاف تو كاينينوجين براديكاينين ولايس براديكاينين. وببتدي بالاهم الهاي بليكرويت اهم ثم اللو مريكرويت. ببتدي بالاهم البلازما كاليكرين اهم دين التيشو كاليكرين ثم ببتدي هنا براديكاينين ثم هنا لايسايل براديكاينين. لايس اسف لايس براديكاينين اللي هو اللي هو الكاليدين اللي هيتحول الى براديكاينين. طيب النقطه الرابعه في كام انزيم يكسروهم؟ اثنين كاينيز 1 كاينيز 2. خد بقى المفاجاه وسؤال مش كده مهم جدا ان كاينيز 2 اللي بيكسر البراديكاينين هو نفسه الايس الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم. انا عاوزك تفهمها زي ما انا فاهمها. الكاينيز 2 ده بيكسر البراديكاينين اللي هو من اشهر المواد اللي بتعمل دايليتيشن. هو نفسه اللي بيكسر الماده اللي بتعمل دايليتيشن. هو نفسه الايس اللي بيحول انجيوتنسين 1 ل 2. ال 2 ده من اهم المواد اللي بتعمل كونستريكشن. يبقى بنضرب عصفورين بحجر واحد. الكاينيز هو الايز. الكاينيز يكسر اللي بيعمل دايلتيشن يكسر اللي بيعمل دايلتيشن ويكون اللي بيعمل كونستريكشن اللي هو الانجيوتنسين 2. حلوه. يبقى في تناغم. ما هو الايز بيعمل انجيوتنسين 2 اللي بيعمل كونستريكشن. طب انا يبقى انا عاوز كونستريكشن يبقى مش عاوز دايليتو. فهو نفسه الكاينيز 2 كاينيز 2 اللي بيكسر اللي بيعمل دايلتيشن او براديكاينين. يعني بيكسر اللي بالدايليت وبيعمل اللي بيكونستريكت. يبقى عمل متكامل. الريسبتور هاف تو تايبس يا اولاد بي 1 وبي 2 عشان طبعا نسبه الى براديكاينين حتى بي 1 وبي 2. مين الاهم هنا بقى؟ هناك في الانجيوتنسين كان الانجيوتنسين ريسبتور نمبر 1. في البراديكاينين الاهم هو براديكاينين نمبر 2 اللي هو بي 2. ده المين تايب ده اللي موجود ان ميني تيشوز. انما البي 1 موجود في فيو تيشوز انفليمد انجرد. وانجرد دي الاهم لان هنشوف ان البي 1 هو ده اللي بيدينا البين. لما بنبقى انجرد بنحس بين الاسكيميك تيشو. طبعا الالتهاب بيدي بين. الاسكيميا نقص الدم بيدي بين. طبعا الانرجي بتدي بين عشان دي الاهم. فدول التو تايبس اوف ريسبتور بي 1 وبي 2. نبتدي بالبي 2 فانكشنز. البراديكاينين هيشتغل مينلي على البي 2 ريسبتورز. هيعمل الاعمال الاتيه يا اولاد شوفوا مع بعض. واحد اهم عمل اللي هو نمره واحد ريلاكسيشن وسموث ماسل بلاد فيسل يعني فازو دايلتيشن. احنا اخذناهم مع الفازو دايلتور سبستنس. يبقى ريلاكسيشن وسموث ماسل بلاد فيسل هو الفازو دايلتيشن. وكونتراكشن في السموث ماسل اوف فيسل. كونتراكت السموث ماسل فيسل يبقى ريلاكس السموث ماسل بلاد فيسل دايلتيشن وكونتراكت الفيسل. يزود الكابيلر بيرميابيلتي ويعمل بوزيتيف كيموتاكسس. ده 3 و4 اهم. 5 استيميليت البين ريسبتورز. هنا بقى دي مش عن طريق بيتا 2 عن طريق بيتا 1 بي 1 ريسبتورز. انا عاوز اركز في الخمسه دول اول ونفهمهم مع بعض. انا مش جاي اقرا معاك ولا جاي نفهم. احنا قلنا ان ماده البراديكاينين دي مهمه جدا 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 في الانجري في الاصابات والالتهابات والاسكيميا. خلينا في الانجري والالتهابات. نيجي في الانفلاميشن عشان تفهم اكتر. دلوقتي المكان الملتهب بيبقى لونه ايه؟ فكر معايا. بيبقى لونه احمر. ليه؟ يبقى 100% بسبب ان حصل ريلاكسيشن في السموث ماسل وبلاد فيسل وفازودايلتيشن. انا بقى هقول اللي مش مطلوب منك. هو ايه المصلحه ان المكان الملتهب؟ تخيل ايدك فيها التهاب ولونها احمر. كف ايدك اسف ظهر ايدك ظهر ايدك ملتهب ولونه احمر. ايه المصلحه ان يبقى فيه فازودايلتيشن؟ ان البلاد ده يا اولاد عنده ديفنسيف فانكشنز. الحته الملتهبه دي فيها بكتيريا فيها توكسينز. فالبلاد ده بيجيب انتي بوديز وبيجيب ليوكوسايتس عشان تدافع على المنطقه. طيب احنا قلنا البراديكاينين مهم جدا في الالتهابات وفي الاصابات اللي هي برضو الاصابه بتؤدي للالتهاب وتورم في الايد. طيب الحته الملتهبه بتبقى وارمه ليه؟ بسبب زياده الكابيلاري بيرميابيلتي
طب ايه المصلحه؟ انا بقول لك دي ما تقولهاش انت بس عشان تفهم، ان لما الكابيلر بريبيلتي تزيد ويطلع ميه من الكابيلري، الميه دي هتديلوت التوكسينز بتاع البكتيريا، هتخفف التوكسين بتاع البكتيريا. طب نمره 4، البراديكانين بيشتغل كبوزيتيف كيموتاكتيك فاكتور، يعني بيجذب اليوكوسايتس. ايه المصلحه؟ ان اليوكوسايتس دي عندها ديفنسيف فانكشنز. طيب البراديكانين بيستيميليت البين ريسبتورز، واحد قال لي ايه المصلحه في ان الحته الملتهبه او المصابه يبقى فيها الم؟ الالم يا اولاد يحدم الحركه فيساعد على التئام الانسجه الملتهبه او المصابه. يعني تخيل انا لو كسر العظم بتاعي، الم رهيب جدا لو اتحرك العظم، فيحطوه في جبس. ده انا خدت حتى مثال قاسي جدا اللي هو العظم، فليمنع الحركه. منع الحركه مش بس هيقلل الالم، هيساعد لما البون يبقى متجبس هيساعد على الالتهاب. واخد اي نسيج، تخيل نسيج ملتهب او في اصابه وعمال تحرك فيه، يبقى لا يوجد فرصة للالتئام. فربنا خلى البراديكينين يستيميليت البين ريسبتورز هنا عن طريق البيتا 1، فيجبرك على انك تحد من حركة هذا الاورجن المتألم بسبب الإصابة او الالتهاب، فيبقى فرصة للهيلينج. طب واحد قال لي بقى في حاجة ما قلتهاش انت، طب الريلاكسيشن وسموث ماسلز، الكونتراكشن وسموث ماسل والفيسرا دي هتقول فيها ايه؟ عندي فيها مثال حلو قوي يا اولاد. تخيل واحد كده راح اداني بوكس جامد قوي في بطني، خبر يعني عمل لي انجن بطني، فالفيسرا حصل فيها تهتك خفيف جدا، هل لازم افتح عشان اقرب الايدجز بتاعه الفيسرا المتهتكه دي عشان تلتئم؟ لا، ربنا قام بالجراحه بنفسه عن طريق البراديكينين، ان البراديكينين خلى الفيسرا السموث ماسلز كونتراكت، فلما الكونتراكت ده يقرب الانجرد ايدجز فيساعد على الالتهام. يبقى فعلا يا اولاد وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله. يبقى الاعمال متناثره للزميل اللي بيقراهم وما بيفكرش فيهم، انما انا وانتم نوقن انه وراء الخلق خالق، فبنفكر في الفسيولوجي بهذا المنطق، أنه وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله، وأن أعراض المرض، أعراض المرض الجملة التاريخية اللي بقولها، تفيد في شفائه. الله يداوي والطبيب يأخذ الأجر. لما أنا يبقى نسيج ملتهب أو نسيج مصاب ليه يبقى لونه أحمر؟ عشان البراديكينين بيعمل ريلاكسيشن في البلين ماسلز أوف فيسلز، فيعمل فازو دالتيش. طب ايه المصلحة ان المنطقة المصابة او الملتهبة يقولونها احمر؟ ان ده بيجيب بلد، البلد ده عنده ديفنسيف فانكشن، انتي بوديز وليوكوسايتس. الحتة الملتهبة بتبقى ورمة، مين اللي عمل هذا الورم؟ ربنا عن طريق البراديكينين بيزود الكابيلر بريمابيلتي فتبقى ورمة، مية كتير تضيليوت التوكسنز. البراديكينين بيجذب اليوكوسايتس للمنطقة المصابة عشان يدافع عنها، بوزيتيف كيموتاكسيس. البراديكينين بيخلي المنطقة المصابة أو الملتهبة متألمة فمحركهاش، فيديني فرصة الهيلينج، بس هنا عن طريق الريسبتور B1 مش B2. طب ليه بيكونتراكت عكس مش يريلاكس السموث ماسل اوف فيسل في عصارات التيشن؟ ليه كونتراكت السموث ماسلز اوف فيسرا؟ عشان الإدجز تكوآت وتلتئم وما نحتاجش نفتح. شوف الروعة في البراديكينين. اوعى تنسى كما قيس ليلى عنتر عبلة، براديكينين الالتهابات والإصابات، لا تنسى ما حيك هتفتكر الفانكشن، الالتهابات والإصابات، فازو دايليتيشن يزود الكابيلر بريمابيلتي، بوستيف كيموتاكسيس، يكونتراكت السموث ماسلز اوف فيسرا، وعين استيميليت البين ريسبتور، دي الوحيدة اللي عن طريق B1 مش B2. طيب نيجي نمرة 6 و7، بينهبت الثرومبين induced platelet aggregation، يعني الثرومبين بيساعد على platelet aggregation وبيعمل بيزود الريليس بتاع TPA
التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور فور انتيريال سيلز. خد بالك انا ليه واخدهم مع بعض لما ما باخدش اي حاجه مع بعض؟ دول لهم علاقه ببعض، يعني بيمنع التجلط، وايه اللي لو حصل جلطه يطلع التي بي ال يجيل الجلطه. ليه؟ لان البدايه عندنا كانت هيجمان فاكتور بتاع التجلط هو اللي عمل القصه دي تلكم. فالبراديكينين بيمنع حدوث الجلطات لان الالتهابات بتشجع على الجلطات. فهو بيمنعها ازاي بقى البراديكينين؟ بانه قلنا البراديكينين بينهبت البليتلت اجريجيشن اللي انديوسد باي ثرومبين، وبيقيم بيزود الريليس بتاع التي بي اي التيشو بلازمينوجين اكتيفيتور من الاندوثيليال سيلز اللي هي الماده اللي بتساعد الجلط. انا عاوز اقول لكم حاجه جميله قوي، لما الالتهاب يبقى قاسي جدا جدا، يعني المنطقه الملتهبه بتبقى الالتهاب رهيب جدا، في الاخر بيحصل جلطات حولها. عشان احنا قلنا البدايه هيجمان فاكتور، وقلت اقولها لكم ليه. ايه الصالح ان يحصل جلطات لما يبقى في سيفير انفكشن في منطقه فيها سيفير انفكشن؟ يحصل جلطات اول اراوند. ليه العلاقه بين الالتهاب والجلطات؟ تعالوا اقول لكم فكره لطيفه جدا. اخر وباء كوليرا يا اولاد حصل في مصرنا العزيزه سنه 1948، فالحكومه عملت ايه؟ قطعت كل المواصلات، مفيش انتقال لا باتوبيسات ولا قطارات ولا ما شابه ولا عربيات. فاهم ليه؟ لانه لو الناس المصابين بالكوليرا انتشروا، وباء الكوليرا هيزداد. فشوف العظمه الالهيه، لما يبقى فيه التهاب شديد جدا جدا جدا، ربنا يعمل ثرومبس اول اراوند. عشان كده كانت البدايه اجمن فاكتور، ثرومبس اول اراوند المنطقه، عشان يمنع الحاجات دي انها تنتشر، التوكسينز دي والبكتيريا دي ما تروحش بقيه الجسم. This is why زي ما وعدتكم في تاملات خاصه بالعبد الله، كانت البدايه هي هيجمان فاكتور. طب بعد ما الامور استقرت وكل حاجه بقت زي الفل، عاوز اشيل هذه الجلطات. عشان كده براديكينين عمل ايه؟ منع البليتلت اجريجيشن اللي انديوز اللي بتحصل بالثرومبين، ويزود ماده التي بي اللي بتساح الجلطات. هذه طبيعه هي التي تخلق، يعني هذه المنظومة، هذه السيمفونية اللي شرحها العبد الله. ينفع ده يبقى عبارة عن قوة غير عاقلة اللي هي الطبيعة؟ إن وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله، إن أعراض المرض تفيد في شفائه، الله يداوي والطبيب يأخذ الأجر. ربنا اللي بيداوي. اوعى تنسى قيس ليلى عنتر عبلة براديكينين الإصابات والالتهابات، المكان أحمر، البراديكينين بيريلاكس البين ماسلز أوف فيسلز، فيعمل فازو دايلتيشن، يجيب دم، يجيب ليكوسايتس، يجيب أنتيباديز. البراديكينين بيخلي المنطقة الملتهبة ورمة لأنه بيزود الكابيلاري بريميابيلتي عشان المية تخفف التوكسينز. البراديكينين بيجذب الليكوسايتس عشان تفايت البكتيريا. البراديكينين بيعمل استيميليشن البين ريسبتور فما حركش المنطقه المصابه او الملتهبه، بيحصل لها هيلينج. البراديكينين بيكونتراكت الفيسترال سموث ماسل عشان يساعد عمليه الهيلينج. وكانت البدايه هي الهيجمان فاكتور اللي بيعمل جلطات عشان خاطر لا تنتشر الاصابه كما في الاوبئه بنقفل المواصلات. طب بعد كده البراديكينين بيزيل كل الكلام ده بانه بيمنع البليتلت اجريجيشن اللي اندوز بالثرومبين وبيطلع التي بي اي. ده البراديكينين كما ينبغي أن يفهم مع العبد الله، وإلا فلا تبقى حصة قراءة عقيمة لا قيمة لها. وفوق ده البيعة قلت لك البراديكينين بطريقة رائعة الخمس اتنينات. We have two kininogen high molecular weight kininogen، الأهم لأن ده اللي بدي براديكينين، ولو molecular weight kininogen اللي جاي من التيشو بقى مش من الليفر، وده الأقل أهمية اللي بدي لايس براديكينين او كاليدين اللي هيتحول لبراديكينين. So we have two kininogen and two kinins، اساسا one kinin براديكينين، لان اللايس براديكينين بيتحول لبراديكينين اللي هو كان اسمه الثاني كاليدين. We have two enzymes بيشتغلوا على البروتين يطلعوا بوليبيبتايدز. كالكرين الاهم، البلازما اللي بالليفر اللي بيحول الهاي ميكروويت لبراديكينين، والاقل اهميه اللي هو التيشو كالكرين اللي بيحول اللو موليكولر ويت الى
لايس راديكالين. قصة البلازما بقى كالكرين إنه موجود في صورة الأكتف بري كالكرين. طب محتاجين أكتباته. هو هيجمان فاكتور وفهمنا القصة بتحصل إزاي. أتمنى تكونوا فهمتوا أنا عاوز أقول يا أولاد. طيب نيجي الكينينز are present mainly in tissues but small amount in blood. طبعا ما العمل كله بيبقى في التيشو، الالتهابات والحاجات دي والإصابات في التيشو. ولا تنسى ان الانجيوتنسين converting enzyme inhibitors ده بينهبت الكينيز. ما احنا قلنا الكينيز عبارة عن انجيوتنسين converting enzyme اهو اهي هنا اهي. فالانجيوتنسين الاس انهيبيتور اللي هو الانجيوتنسين كونفرت انزيم انهيبيتور، قلت العيانين حافظين اسمه اس انهيبيتور، ده بينهبت الكينيز. الكينيز ده اللي هو بيعمل ايه؟ الكينيز ده قلنا بيكسر الكينين. فاذا لما انا اعمل له انهيبيشن يبقى انا زودت الكينيز اللي بيعمل فازو دايلتيشن فيوطي الضغط. يبقى ده ميزه تاني مميزه اخرى بناخدها يا اولاد من الاس انهيبيتور. يعني الاس انهيبيتور بيمنع يمنع تكون الانجيوتنسين 2 اللي بيعالج الضغط، لان هو بيمنع تحول ال1 ل2، وفي نفس الوقت بيمنع تكسير، مش بيمنع يعني الاولاني بيمنع تكوين اللي بيعمل كونستريكشن، وبيمنع تكسير اللي بيعمل دايلتيشن، بيحافظ على الكينين اللي بيعمل دايلتيشن فيستخدم في علاج الهايبرتنشن. وعشان كده عاوز اقول لكم ليه عيب خطير قوي ده للزملاء الاصغر سنا، انا عارف ما يعرفوش. لما انا احافظ على الكينين، الكينين قلنا بيزود الكابيلاري بيرميابيلتي، فممكن الضغط يوطى بس الكابيلاري بيرميابيلتي تزيد جدا، فيحصل في عدد ضئيل جدا من العينين ضئيل جدا انجينوريتك إديمة. إديمة خطيره في منطقه الهيد النك، نبقى فاهمينها ليه. ليه الاس انهيبيتور من ضمن الكومبليكيشن النادره فيه، النادره فيه انه بيزود الكابيلر بريبابيلتي، يبقى المنطقة فيها مية كتير فممكن تؤدي إلى إديمة في منطقة هيدا النك خطيرة اسمها أنجيوريتك إديمة. ولا تنسى إن الإس إنهيبيتور قلنا الإس ده موجود أساسا في اللنج، عدد من العينين اللي بياخدوا الإس إنهيبيتور تلاقيهم كل شوية كح على طول. لما يقولك أنا باخد دواء ضغط وكل شوية بكح تقوله أنت بتاخد إس إنهيبيتور. والخطورة التي لا تحدث غير في عدد قليل إنه بيحصل انجيوريتك إديمة. ده كان موضوع من اهم الموضوعات اللي هو الكينينز. وي هاف تو كينينوجين، هاي ميكرويت وده الاهم، وده من الليفر ولو ميكرويت من التيشو. تو كينينز، برادي كينين هو الاهم ولايس برادي كينين هو الاقل اهميه، لانه بيتحول لبرادي كينين لما تشيل اللايس اللايسين امينو اسيد. We have two calicrines, plasma calicrine وهو الأهم والتيشو كالكرين. البلازما يشتغل على الهاي وهو الأهم، يدي البرادي كينين وهو الأهم، التيشو كالكرين وهو الأقل أهمية يشتغل على اللو وهو الأقل أهمية اللي في التيشو، يحوله لايس برادي كينين أو كاليدين. لايس برادي كينين اللي هو يزيد أمينو أسيد ديكا بيبتايد مشنونة، لو شلته يتحول لبرادي كينين. We have two enzymes be destroyed كينيز 1 وكينيز 2، اخر واحده في الخماسيه 2 ريسبتور 1 و 2. معظم الاعمال بال2، اوعى تنسى البي 1 دي اللي هي بتاعه البين. وحكيت القصه السباعيه المشهوره في الاكشنز وازاي ان الاس انهيبيتور بيضرب عصفورين بحجر واحد، بيمنع تكون الكونستريكتور اللي هو انجيوتنسين 2 ويمنع تكسير، وبالتالي يحافظ ويزود الكينين اللي بيعمل دايليتيشن. الصفحه الاخيره يا اولاد، نيجي بقى السيستميك ريجوليشن عن طريق الاعصاب. قلنا ازاي نعمل سيستميك ريجوليشن، ازاي تتحكم في كل الارتريولز في كل الفيسلز في ان واحد. يشغل طريقتين، يا حاجه في الدم هرمونال او هيمورال، يا حاجه نيرفس. سيستميك ريجوليشن اوف نيرفس سيستم، اول فيسلز اكسبت كابيلاريز اند فينيولز، all vessels except capillaries and venules receive sympathetic nerve fibers. دي معلومه مهمه جدا في الام اس كيو. كل الفيسلز ما عدا الكابيلاريز، ما اقولش الفينز والفينيولز، والفينيولز بتتلقى sympathetic nerve fibers. طب مين بقى المهمين اللي بيتلقوا، مش مين اللي ما بيتلقاش
الكابيلرز والفينيولز. طب مين اهم اتنين بيتلقوا؟ الريزيستنت فيس اللي هم الارتريولز. لو تحكمت في الارتريول في منطقه معينه انت بتتحكم في اللوكال بلاد فلو اهي، تحكم في كل الارتريولز يبقى انت بتتحكم في التوتال بيفا سيستم بتاع الارتريال بلاد بريشر. تاني فيس المهمه بيغذيها السمباثاتيك قلناها الكومبلاينس فيسز الفينز اللي هي بتشينج الفوليوم اوف ستورد بلاد. لما تلم الفينز شويه كونستريكت الفينز شويه الدم اللي في الفينز هيروح فين؟ هيروح للهارت، يبقى الكاردياك فيلينج يزيد، يبقى الكاردياك اوتبوت يزيد، يبقى الارتيريال بلاد بريشر يزيد. يبقى في المقدمه اتعلمنا، بحب جدا النظام يا اولاد وان انا ادقق في الشرح، مين التو فيسلز اللي ما بياخدوش سمباثاتيك؟ يلا قولوهم انتوا بقى شاطرين. الكابيلرز الشعيرات والفينيولز. طب مين بالعكس تو فيسلز اللي بياخدوا سبلاي اكتر؟ الريزيستنت فيسل ارتريولز والكومبلاينس فيسلز الفينز. طب نيجي الانرفيشن اوف بلاد فيسلز. عندي فازو كونستريكتور فايبرز وفازو ديليتور فايبرز. ابتدي بالفازو كونستريكتور فايبرز. كما لابد ان يرتبط في ذهن الطالب قيس بليلى، كذا لابد ان يرتبط في ذهن الطالب الفازو كونستريكتور فايبرز بالسمباثاتيك، بالسمباثاتيك ولا شيء سوى السمباثاتيك. قاعدة يعني ما فيش اعصاب بقولها قاطعه واضحه جليه، ما فيش اعصاب في جسمك بتعمل فازو كونستريكشن غير السمباثاتيك، فيش غيرها. لما اقول لك مين الفازو كونستريكتور فايبر عندك اجابه واحده سمباثاتيك. هنا السمباثاتيك بيطلع ايه؟ نور ادرينالين، يبقى ادرينرجيك. انهي ريسبتور اللي هي اكسايتاتوري بتعمل كونستريكشن؟ الالفا ريسبتور. يبقى الفازو كونستريكتور فايبرز مرتبطه بذهني بحاجه واحده بس، بالسمباثاتيك اللي بيطلع نور ادرينالين، ونوع ريسبتور بتبقى الفا ريسبتور، وده بيروح لموست اوف بلاد فيسلز ومسؤول عن التونيك فازو كونستريكشن اللي هو الفازو موتور تون. تون يعني كونتينوس امبلس، يعني السمباثاتيك عمال على طول يبعت امبلس 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 تو مينتين فازو كونستريكشن، تو مينتين التوتال بريفيرال ريزيستنس والارتيريال بلاد بريشر. ده الفازو كونستريكشن. يبقى الفازو كونستريكشن لما يقول لي في الشفوي او في التحريري فازو كونستريكتور فايبرز يجي في دماغي حاجه واحده سمباثاتيك، ترانسميتر نور ادرينالين، الريسبتور اللي هتعمل اكسيتيشن الفا ريسبتور. لمعظم الفيسلز مسؤوله عن حاله التون، يعني الامبلس المستمره في كل الفيسل اللي بينتين كل الفيسل في حاله كونستكشن، فتزود التوتال فيفا ريزيستنس بتاع الارتيريال بلاد بريشر. نيجي اخر حاجه بقى الفازو دايليتور فايبرز، كمان بغي ان يرتبط في ذهن الطالب قيس بليلى الفازو كونستريكتور فايبر بالسمباثاتيك. لا ينبغي، لا ينبغي، قلت لا ينبغي ان يرتبط في ذهن الطالب الفازو دايليتور بالباراسمباثاتيك. غلط. الفازو دايليتور فايبر ثلاث احتمالات بقى، مش احتمال واحد زي هناك، ثلاثه، وغلطه مشهوره عشان كده قلتها بهذه الطريقه القاطعه. لما اقول لي الفازو دايليتور فايبر طالعه منين اقول له ثلاثه، مش اقول له بارا، ثلاثه. سمباثاتيك كولينيرجيك، يعني ما بيطلعش نور ادرين، بيطلع استالكولين. فاكر السمباثاتيك اللي كان بيطلع استالكولين كان بيروح لحتتين، سويت جلانس راجع محاضرات الاوتونوميك، وبلاد فيسلز اوف سكيليتال ماسلز. يبقى السمباثاتيك كولينيرجيك، السمباثاتيك اللي بيغذي السكيليتال ماسل ما بيطلعش نور ادرين، طلع استالكولين، وده بيعمل فازو دايليتيشن. طب نمرة اتنين باراسمباثاتيك، خد دي عجيبة قوي. اكشولي حقيقة الأمر الباراسمباثاتيك حقيقة صادمة، المكان الوحيد اللي ثبت انه بيعمل فيه بنفسه فازو دايليتيشن هو البينس العضو الذكري، فيؤدي إلى إريكشن إيركتايل تيشو، فيعمل انتصاب في البينس، ده المكان الوحيد. طب احنا واحد بيقول في الجهاز الهضمي كان بنقول فازو دايليتيشن، الفازو دايليتيشن هناك كانت كنتيجه لان الجهاز الهضمي بيزود الاكتيفيتي بتاعته
فالميتابولايتس تتجمع اللي قلناها قبل كده في الجزء الاول في المحاضره فتعمل دايلتيشن. انما المكان الوحيد اللي بالقطع الباراسيمباثاتيك بنفسه كعصب كعصب مش كنتيجه لزياده الاكتيفيتي بيعمل دايلتيشن هو البينس. طب الاحتمال الثالث والاخير انتي دروميك امبلس، فاكر يعني ضد الاتجاه الطبيعي. نورمال يا اولاد الافرنت بيمشي الاشارات العصبيه ناحيه سنترال نيرفوس سيستم توارد سنترال نيرفوس سيستم، الافرنت ناحيه سنترال نيرفوس سيستم. لما يحصل قلنا في التريبل ريسبونس في المحاضره السابقه اللي بتحدث لما اعمل هيفي ستروكينج في ذا سكين، لما حك الجلد بحاجه جامد بس بحاجه بلانت يعني مش حاده، او لما تقرصك انسكس حشره، كان بيحصل ثلاث حاجات فاكر؟ كان بيحصل ريد لاين نمره واحد، سبريدنج فلور منطقه اقل احمرارا نمره اثنين، وبعدين لوكال اديما اورويل. فاكر السبريدنج فلير دي كان سببها فازو دايلتيشن اوف ارتريولز اهي، يبقى دي تالت فايبر بتعمل فازو دايلتيشن، لا هي سمباتيك ولا هي بارا، ده انتي دروبك امبلس. هنا الامبلس مش جاي عن طريق الافرنت الصادر، انما جاي عن طريق الافرنت. المفروض الافرنت بيمشي كده، ده الاتجاه الصحيح، ده الاورثودروميك الاتجاه الصحيح، اورث يعني صحيح او مستقيم، انما ده انتي دروبك امبلس تعمل فازو دايلتيشن سبريدنج فلير. يبقى لو عملت ستيميليشن للبين ريسبتور بتلاقي المنطقه اللي انا قرصتك في ايدك قرصه جامده بتحمر. هنا الامبلس اللي عمل الدايلتيشن اللي هي سمباثاتيك ولا بارا سمباثاتيك، ده انتي دروميك امبلس، يعني الامبلس مشيت في الافرنت ومع اول سايد برانش رجعت تاني وعملت فازو دايلتيشن. عاوز اعلمها لكم بطريقه جميله قوي يا اولاد، افهم معايا، شوفها على الواقع على العبد الله. لو انا دلوقتي هنا رحت انت قرصني قرصه جامده قوي صح، فمفروض طبعا القرصه دي يبقى انا عورت الجلد، يبقى ممكن بكتيريا هتنفيد. فالامبلسز لو مشيت في الافرنت لحد السنترال نيرفوس سيستم ورجعت عن طريق الافرنت اللي هو المسار المعتاد، شوف المشوار طويل ازاي، افرنت سنترال نيرفوس سيستم وبعدين ترجع عن طريق الافرنت. فربنا لانه لازم بسرعه لما انت اتعورت اتصبت حصل استيميليشن بين ريسبتور واصابه، لازم بسرعه يجي الدم تو ديفند. فالامبلس مشي عن طريق الافرنت، واول برانش من الافرنت استخدمته كافرنت، استخدمته كافرنت ورجعت عكس الاتجاه تعمل فازو دايليتيشن انتي دروميك امبلس. انا بقولها في قصه لا تنسوها، لما يبقى في مصاب ودلوقتي في اصابه مفروض عربية الإسعاف توصل بسرعة للبوت، جاوب من الحياة والفسيولوجي كمل الحياة، مفروض عربية الإسعاف توصل بأسرع ما يمكن. طب عشان توصل بأسرع ما يمكن تلتزم ولا لا تلتزم بقواعد مرور؟ جاوب أنت، لا تلتزم، ممكن تمشي عكس الاتجاه بس توصل بسرعة. سبحان الله وراء الخلق قوة عاقلة. لما يبقى في إصابة في ستيميليشن بين ريسبتورز لازم بسرعة يحصل فازو دايلتيشن لان الدم عنده ديفنسيف فانكشن. يبقى الامبلس لا تلتزم بقواعد المرور، تمشي في الافرنت لهنا وسنتر نيرفوس سيستم وترجع عن طريق الافرنت، هنضيع وقت طويل جدا. فمع اول برانش هنا تروح راجعه ثاني عشان تعمل لي فازو دايلتيشن انتي دروميك امبلس. يبقى انا ما بشرحش فيسيولوجي للحفظ للفهم، والفكره الاساسيه اللي في دماغي انه وراء الخلق قوة عاقلة نسميها الله. لما يبقى في إصابة في ستيميليشن للبين ريسبتور هنضيع وقت طويل جدا، لازم نعمل الدايليتيشن بأسرع ما ممكن. يبقى ما نروحش بالافرنت لاخره للسنترال نيرفوس سيستم ونرجع عن طريق الافرنت، ده تضيع وقت. فهنستخدم اول برانش من الافرنت كافرنت، هو اساسا افرنت برانش من الافرنت كان المفروض يمشي توارد السنترال نيرفوس سيستم، احنا استخدمناه كايفرنت ولان الامبلسز اواي فروم ذا سنترال نيرفوس سيستم انتي دروميك. عمل الدايليتيشن ارتريولز، عملت ظاهره السبريدنج فلير. يبقى ده ممكن يجي لنا سؤال اللي هو السيستميك ريجوليشن اوف نيرفوس سيستم، تعالى بقى نجاوبه ونقفل بكده. دلوقتي السيستميك ريجوليشن اوف نيرفوس سيستم قلنا ان كل الفيسلز
كل الفيسلز ما عدا اثنين بياخدوا سمباثاتيك. كل الفيسلز بتاخد سمباثاتيك ما عدا اثنين قولهم لي، الكابيلرز والفينز. طب قول لي بالعكس مين اكتر اثنين بياخدوا نيرف سبلاي اللي هو الاهم؟ الريزيستنت فيسل ارتريولز والكاباسيتنت فيسلز اللي هم الفينز. الارتريولز لو تحكمت في ارتريولز في منطقه معينه انت تتحكم في اللوكال بلاد فلو تزود او تنقص في كل الارتريولز، يبقى انت تتحكم في التوتال بيفر ريزيستنس يبقى في ارتريال بلاد بريشر. اما الكاباسيتنت فيسل فيها الفينز، يبقى دي المقدمه. تقول مين التو فيسلز اللي ما بياخدوش؟ كابيلرز وفينيولز. ومين اللي بياخدوا؟ ريزيستنت فيسل ارتريولز وكاباسيتنت فيسلز فينز. ثم تقول الانرفيشن الفازو كونستريكتور فايبرز فين والفازو دايلاتور فايبرز فين. ده النظام قايس ليلى. الفازو كونستريكتور فايبر ترتبط في ذهني بحاجه واحده بس، سمباثيك، ولا شيء سوى سمباثيك. طلع النور ادرينالين الفا ريسبتور لموست فيسلز. على العكس ومش عاوز الغلطه المشهوره، الفازو دايلاتور ما تكتبليش باره ثلاثه مره تاني سمباثيك، سمباثيك تاني بس مش نور ادرينالين اسيتايل كولين. فاكر كان الاسيتايل ده في حتتين، سويت جلاند، سويت جلاند دي مش موضوعنا، وتاني واحده موضوعنا بلاد فيسلز وسكيتال ماسلز تعمل دايلتيشن. بارا سمباثيك وهي الايركتايل تيشو، الايركتايل تيشو دي تاني حته. وتالت حته اللي شفناها وفهمتها لك كما انا فاهمها، انتي دروميك امبلس، عدم الالتزام ضد اتجاه المرور. نستخدم الافرين كافرين. متى يحدث هذا؟ حتى يسموها لوكال اكسون ريفلكس، لانها هو ريفلكس في افرين وفي افرين، يبقى ريفلكس بس لوكال موضعي. ان البين بيعمل سبيشال بين ريسبتور، تطلع الامبلس عن طريق افرين. تستخدم برانش من الافرين، من الافرين كافرين يطلع بي سبستانس، سبستانس بي بتاعت البين نسبه ان المبعث كان هو البين. بي سبستانس تعمل دايليتيشن ارتريولز. ليه؟ لان البلاد عنده ديفنسيف فانكشن، تدي ظاهره السبريدنج فلير، الفرشه الكبيره الحمراء. البلاد عنده ديفنسيف فانكشن، طب لازم البلاد يجي بسرعه، يجي بوتو بسرعه، يبقى لا يلتزم بقواعد المرور. عشان كده ربنا زي ما وعدتكم خلى السبريدنج فلير ارتريول بانتي دروميك امبلسز عن طريق سبستانس بي. يبقى ده كانت المحاضره يا اولاد، اللي هي واحد من اهم المحاضرات اللي قلنا بيزك ميكانيزمز اوف سيركولاتوري كنترول. ثلاث حاجات بيتحكموا في السيركوليشن بتاعتك. اوت ريجوليشن دي كان فيها عنوانين، مايوجينيك لما الضغط يزيد وميتابوليك لما الضغط يقل، وتاني واحده كانت السبستانس سيكريتد فروم اندوثيليوم، ودول كانوا اتنين بيعملوا دايليتيشن، نيتروك اوكسايد نيتروك اوكسايد نيتروك اوكسايد، ومعاهم ماده قديمه خدناها بروستاسايكل، واتنين بيعملوا كونستريكشن اي تي اي تي اي تي وانجيوتنسين 2. ده السؤال التاني. ثم تالت حاجه السيستميك ريجوليشن، ودي بتنقسم لدورها اتنين، يا هيومورال يا اما نيورونال نيرفوس، وكله ينقسم لفازو دايليتور وفازو كونستريكتور. مين الثلاث مواد الهرمونال او الهيومورال اللي بتعمل كونستريكشن في جسمنا؟ لو كنت فاكر فازوبريسين، واسمه بيقول انا بعمل فازوكونستريكشن بعض زود ضغط، والتاني بس اسمه اصعب شويه بيقول نفس المعنى، انجيوتنسين، انجيو يعني وعاء وتنشن يعني ضغط، والكاتيكولامينز. يبقى فازوبريسين وبنفس المعنى بس بطريقه تانية، انجيوتنشن يعني برضه بيزود الضغط، ثم كاتيكولامينز ثلاثه، واثنين يقللوا الضغط اللي هم كانوا الناتريوريتيك بيبتايد او هرمونز والكاينينز. قصه رهيبه. طيب وبعدين نيجي النيورونال، تنقسم الى اعصاب بتعمل كونستريكشن شيء واحد سمباثيتك، واعصاب بتعمل دايليتيشن ولا بيبو بالاشاره تفهموا ثلاثه، سمباثيتك كولينرجيك بارا سمباثيتك للبينز، ولما يبقى فيه مصاب بين ريسبتور مصاب يبقى بسرعه لا نلتزم بقواعد المرور، يبقى انتي دروميك امبلس تعمل سبريدنج فلير عن طريق البي سبستنس. وفي النهاية أشكركم على حسن إنصاتكم وعلى أنكم اديتوني وقتكم، وأتمنى أكون أفدتكم. أنا عارف الناس دلوقتي مزنوقة، تقدر الناس بقى اللي ما حضرتش تتابع على اليوتيوب المحاضرة. ولا تنسى بليز، instead of saying to me I like المحاضرة، أنا شاكر هعتبر يعني هتعبر عنها بصورة أكتر
لو سانت وآزرت الأطفال اللي هما بدل ما يتمتعوا بطفولتهم في الحياة ويجروا ويمرحوا جات لهم يعني إصابة بالسرطان، يعني حاجة ربنا ابتلاهم بشيء وهو السرطان ليختبرنا نحن في مؤازرتهم في مساندتهم. ف 57 357 مكالمة أو لأي مكان آخر تسنده، هو ده هيبقى الشكر الحقيقي اللي هو هيفيول مي للاستمرار في هذه المحاضرات وحتى النفس الأخير، وطالما كان في العمر بقية من أيام أو من صحة. وأشكركم وألقاكم على خير بإذن الله قريبا. شكرا.